انا بشوف في ماتش الزمالك والاهلي يا ميدو ان المشكله ان انت وانت كويس لازم تكسب الماتش. الزمالك لا، الزمالك لعب احنا ماسكين الكوره بس مش عايز يعني مش عارف يروح الجون او مش عايز يروح الجون او الماتش معانا لغايه ما بيضغطش ضغطه الجون. لو ضغط انه يجيب جون هيجيب جون، بس هو احنا ماسكين الكوره ماسكين الكوره، دي المشكله. مهما كنت جامد لو انت وقت اللي ما تكون جامد ما جبتش جون معرض تخش الجون في اي وقت. يعني ده وجهه نظري الموضوع. يعني عيبه الاهلي لو انا لو تلاحظ الشوط الثاني قبل وهي لسه الزمالك ماسك الكوره جامد بيزعقوا لبعض وقرب وناس كتير مش خناقه بس اللي هو مش شايفين بعض، كل كره طويله تتاخد وكره تيجي تاني الكره الثانيه كانت بتاعتهم، الكره الثانيه على طول بتاعت الزمالك قبل الجون حاجه. لكن اقول لك لا بس انا بقول لك الكره الثانيه على طول بتاعت الاهلي، لا هي دي على الاخر بس في الاول الشوط الثاني الشوط الاول والشوط الثاني في الاول انت كل كره الزمالك بياخدها، الاهلي ما بيلعبش كره وبيلعب كره طويله. مروان كان مش في مكانه يعني او مش كويس، فكوره محمود علي ياخدها ويرجع او اللي اشتغلوا بيها عادي كان لازم الوقت ده الزمالك يكسب. صح. الاهلي بقى نفسه لو هو اللي مستحوذ هتبتدي يجيب جول هيجيب في الجول يعني. وبعدين في توفيق يعني ماتش الزمالك في الدوري السنه دي الاهلي ضيع اتنين في العارضه والزمالك راح جاب جول توفيق برضه، فهي هي كده. بس هي ماتش قاسي شويه يعني ماتش فاينل افريقيا كاس مهم جدا، الزمالك لعب كويس قوي فالناس اتضايقت، لكن الاهلي موفق الاهلي بيعرف يشتغل. انه برضه خلي بالك في الماتش ده يعني احنا برضه اتكلمنا على ياسر ابراهيم مثلا وايمن اشرف في الماتشات اللي قبليها مصطفى ابراهيم مصطفى محمد بيلف بيه وما ينفعش. الماتش ده كانوا كويسين، كل الكور العاليه داخلين مع مصطفى مطلعينه بره ال 18 اشتغلوا ان هم حتى الفرقه بتاعتهم او فرقه الاهلي نص ملعب ومهاجمين مش شايفين، لكن السيد باكات واقفه كويس ما دخلش فيهم جون. دي مهمه برضه ان انت ما تفكش كل الفرقه يعني. ف يعني بس اللي زعل الزمالك اكيد ان الاداء واللعيبه اللي موجوده باين في فرق لعيبه في الاستلام في التسليم في التمرير في الشوطه في الجون يعني. لكن أفشا يستحق بصراحه، ولد محترم جدا ومجتهد جدا وكلامه يعني خلينا مؤدب. نقول ان مبروك للاهلي وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله للزمالك في اللي جاي. نهائي الدور قبل نهائي الكاس بقى برضه مباراه مع طلائع الجيش. طيب بص ماتش الكاس ده سيف برضه عايز اقول لك حاجه، في ناس كتيره بعد ماتش الزمالك الاهلي باتشيكو كان لازم ينزل اونجمو وتغيير اونجمو وكاسونجو هي اللي بوظت. طبعا انا شايف ده لان الزمالك حتى لما طلع شيكابالا الزمالك ما فقدش الكوره يعني او الاهلي ما مسكش الملعب على الزمالك خالص. بس هي طلائع الجيش انا بتكلم على انا بتكلم الناس بتهاجم باتشيكو يعني، فلما نزل ماتش ده الناس بتهاجم باتشيكو برضه. ممكن انا بس انا اعاتبه في حته ايه الجون يعني حته الجنش او الجبال، وبرضه دي يعني ما حدش يتوقع ان اداء جنش يبقى كده، لكن الباقي كله هو ما عندوش حد يعني هو ما عندوش حد يا جماعه. ما عندوش باك الباكين ليفت واحد كورونا واحد متعور، الباك الاساسي مش موجود، الباك اليمين عنده احمد عيد وحازم، ديفندرات ما عندوش حد مع اساسي، بن شرقي فجاه اتعور، ما عندوش اطراف.